نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها: الهواتف الذكية مسؤولة عن تأخر النطق لدى الأطفال. أثبتت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يقضون وقتا طويلا أمام شاشات الهاتف يعانون من صعوبة النطق والقدرة في التعبير عن أنفسهم بالكلمات، بحسب ما نقله موقع ميجر هوي الإسباني. وإلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين، اخترنا منها لكم: علماء يطورون طريقة تكشف 97% من سرطانات الجلد. أكد علماء تابعون لجامعة سمارا الروسية أنهم توصلوا إلى طريقة جديدة للكشف المبكر عن سرطانات الجلد. ووفقا للعلماء، فإن الطريقة الجديدة التي تعتمد على 3 أجهزة حديثة تزيد من فعالية الكشف المبكر عن الأورام الجلدية لتصل إلى 97%.